ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة زيوريخ السويسرية فرانكو عبد القادر الناشط السياسي اللبناني. مرحبا بك معنا سيدي فرانكو. أهلا وسهلا فيكم. نبدأ بما تلاه الرئيس اللبناني ميشيل عون في خطابه، وبتقديركم وتقييمكم لهذا الخطاب. بداية مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. خطاب رئيس الجمهورية ميشيل عون لم يقترب قائد أمنا من الأمال التي عقدت عليها اللبنانيين، يعني أمال اللبنانيين اللي كانوا على الرد. الخطاب كان بعيد كل البعد عن المزاج الناس اللي موجودة على الأرض، لأنه يعني كأنه الرئيس الجمهورية ما حاسس بهيدي بسخونة المعركة اللي عم تقود العالم، المحتجين الشعب اللبناني اللي عم بيقود الشعب اللبناني ضد السلطة وضد كل أركان السلطة. هو بعده الرئيس ميشيل عون عم يحكي يعني مثل كل الخطابات، يعني خطابه ما بيختلف عن كل الخطابات اللي ألقاها بالعشر سنوات الماضية. نعم. أول نحن بدنا نعرف أنه خلفيته للرئيس ميشيل عون لما راح على والشعب اللبناني بيعرف هالشيء، لما الرئيس عون راح على فرنسا غاب هناك 15 سنة، أول ما رجع قال أنه بده يحارب كل الطبقة الفاسدة وبده يحارب الإقطاعية السياسية، وكل اللبناني بيعرفوا شو معنات الإقطاعية السياسية. إجا الرئيس أول ما عمل رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية، وظف كل عائلته، وقف الوزارة عدم تشكيل الحكومة، ضلوا غير موافق على تشكيل الحكومة إلى حين وزر صهره، يعني ظلت الحكومة منا مؤلفة، ما قدر الرئيس الحريري يألف حكومة لسنة ونص لتثبيت لحين وافق على توزير صهره للرئيس. نعم. ميشيل عون. نعم. وكمان الرئيس ميشيل عون يعني واضح انه الشعب اللبناني كمان ما بقى يوصف له، كمان مش بس انه الشعب اللبناني لما يقول الطبقه السياسيه كلها قصده مش فقط عن الحكومه. طيب سيد فرانكو، يعني في ضوء ما تفضلت به من موقف الرئيس اللبناني وفي المقابل من موقف الحكومه اللبنانيه والاصلاحات الاقتصاديه التي اعلنت عنها وموقف حزب القوات الذي سحب وزراءه من الحكومة وموقف حزب الله على سبيل المثال ومواقف باقي الأحزاب، ماذا تتوقع أن يفعل الشعب اللبناني أمام هذه المواقف المتباينة؟ الشعب اللبناني ما عنده ثقة بكل الأحزاب الموجودة بالسلطة، من حزب القوات اللبنانية يمكن ما عنده هالقد حنق على القوات اللبنانية، لأنهم يعني غادروا مركب الفساد اللي هو مركب السلطة قبل ما يعني تنهار كل الحكومة، تنهار كل السلطة. الشعب اللبناني عنده موقف موحد إلا بعض الغوغائيين التابعين لأحزاب وميليشيات مثل حزب الله وحركة أمل التابعة لرئيس مجلس النواب اللي له ما يقارب حوالي 40 سنة ولا يزال رئيس مجلس النواب. الشعب اللبناني ضاق زرعا يعني بهالكل هالسلطه واركان السلطه الحاكمين. الشعب اللبناني ما فيه ثقه باي شخص موجود هلا بالحكم، ان كان من حزب الله ولا سعد الحريري ولا ميشيل عون محفوظ الالقاب، كلياتهم سواسيه. مشان هيك الشعب اللبناني كمان غير موافق على الورقه الاصلاحيه اللي اظهروها باللحظه الاخيره، يعني يعني كيف اجتمعوا كان لهم شهور عم يتداولوا بالميزانيه وضلوا في تخبط وكانوا عم يتخانقوا لينزلوا 1% من العجز اللي هو كان قبل الورقة الإصلاحية كان. نعم. يقارب 7% رجع صار 5%، يعني كان العجز حوالي 5 مليون. فاتوا اجتمعوا ساعة ساعتين حين قالوا بدنا نخرج بورقة إصلاحية، نزلوا تقريبا 70%. نعم. من العجز ل 300 مليون. يعني هذا كان يعني كانت تلك استجابة سريعة لمطالب الجماهير، وتوقعت ربما الحكومة أن تتوقف المطالب عند هذا الحد وينسحب الجمهور من الساحات، لكن الجمهور اللبناني لم يقنعه ذلك واستمر في التظاهرات. ما توقعاتك في هذا الشأن، وخاصة أن الرئيس اللبناني قال بشكل واضح في خطابه أن التغيير الدستوري يجري من خلال المؤسسات الدستورية وليس بالمهرجانات والتظاهرات في الشوارع والساحات؟ يعني رئيس الجمهورية مخطئ بعض الشيء، لأنه حدث وسقطت حكومة وحكومات تحت تغطية الشارع بال2005. نحن كلياتنا بنذكر
حين اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اللبنانيين تظاهروا، وكان نص اللبنانيين اللي عم يتظاهروا هلا كانوا من لون واحد، لون يعني كان ما يسمى 14 و8 اذار. اللبنانيين تظاهروا واسقطوا حكومه عمر كرامي بال 2005 تحت ضغط الشارع. لا، التغييرات الدستوريه بتصير تحت ضغط الشارع. الرئيس ميشيل عون اخطا بهالشيء طبعا، يمكن هو انه ذاكر، يمكن المستشارين تبعوا له ما ذاكرين، بس هنيك يعني بهيدي المرحله، وخاصه كانت مرحله يعني دقيقه من 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 تاريخ لبنان المعاصر، سقطت حكومه. وهلا كمان باذن الله بدها تسقط حكومه، ومش بس الحكومه، طبعا اللبنانيين اللي تحت مش بس نازلين على الاراضي وعم يتظاهروا، على كل الاراضي ومختلف الاراضي اللبنانيه ومن كل الطوائف يعني نازلين على الارض ليسقطوا كل هالسلطه واركان السلطه الحاكمه، ليس فقط الحكومه اللبنانيه. يعني اذا سقطت الحكومه اللبنانيه مش يعني انه المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات رح توقف، رح تضلها مستمره الى حين اسقاط اخر حجر بهيدي السلطه الحاكمه هلا بلبنان، من رئيس الهرم الى اخر مدير عام باصغر مرفق يعني عام بالدوله اللبنانيه. هذا بالنسبه للتغييرات الدستوريه اللي عم بقول لا ما بتتغير، مع انه الرئيس عون بيعرف جيدا انه ممكن تسقط سلطته بين لحظه واخرى. طيب سيد فرانكو، توقعاتكم للمرحله المقبله، السيناريوهات المحتمله، محتمله الحصول خلال الايام المقبله في ضوء كل هذه المعطيات بين ايديكم الان؟ يعني بصراحة الوضع لا زال ضوابيا بعد شيء. المعارضة، ما في معارضة، الشعب اللبناني بكل أطيافه ما في معارضة سياسية. في شعب لبناني حس أنه بهالسنوات تعرض كثير لسرقة ونهب من خيرات البلد، من خيراته. الشعب اللبناني لما يتخلى الشعب اللبناني عن طائفيته وعن يعني خلص بيصير ما بقى سائل عن أي شيء، الشعب اللبناني رح يضله على الأرض. وكمان انا بعتقد انه السلطه الحاكمه هلا رح تشدد، رح تشتد يعني تشد الضغط على الشارع لكي يتركوا لكي يترك المحتجين الشوارع، يعني لا استقاله ولا كمان خروج من الشارع. الوضع رح يستمر، اكيد الجيش اللبناني ما رح يتدخل لفض المعتصمين، لانه بالنهايه هولي المعتصمين على الارض هولي اهله للجيش اللبناني. فما ما بعتقد انه الجيش اللبناني رح يكون بهالقصوي مع المحتجين. الوضع لكن الجيش اللبناني بدا بالتدخل من خلال محاوله فتح بعض الطرق وتسيير بعض الامور كما لاحظت. يعني صحيح الجيش اللبناني تدخل في بعض المناطق، بعض الطرقات اللي كان بعض المحتجين لا يتعدون العشرات مسكرين لهيدي الطرقات، مشان ما يبين انه شغل يعني لعب اولاد عفوا، ولا يعني منشان هيك تدخل لفض بعض قطع الطرقات اللي كان يمكن بعض الشباب عم يقوموا فيها. انما الشعب اللبناني حمى كثير متظاهرين، وخاصه بجنوب معقل حزب الله بسور وبالنبطيه وبكفر الرمان، حمى المعترضين المحتجين المعتصمين، حماهم من ازلام الميليشيات الحاكمه المتمثله بالسلطه مثل حزب الله وحركه امل. لا، الجيش اللبناني كمان ببيروت كان في عصابات على موتسيك، على دراجات ناريه، على موتسيكات، كانوا عم بدهم يفوتوا على التجمعات ويحاولوا يهاجموا التجمعات المعتصمه بوسط بيروت. لا، الجيش اللبناني وقفهم على حدهم، بالعكس كمان تعرض بعض الميليشيات، بعض الازلام الميليشيات للضرب من قبل الجيش اللبناني. شكرا لك الاستاذ فرانكو عبد القادر، الناشط السياسي اللبناني، كنت معنا من مدينه زيورخ السويسريه.